شكرا جزيلا للدكتور مهندس خالد بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني على هذه الكلمة السريعة لكنها مخلصة وتنم عن عشق كبير للنادي الأهلي. أدعو الكابتن محمود الخطيب للتفضل إلى المنصة بصحبة الدكتور مهندس خالد بن لادن لتوقيع عقد الرعاية. إن شاء الله تكون فاتحة خير وفأل خير على كيان النادي الأهلي وشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني. هذه الرعاية الممتدة لسنوات قادمة إن شاء الله. لا، نستأذن حضرتك أن تستمر بعض الشيء قليلا، وهناك هدية تذكارية. الكابتن محمود الخطيب سيقدم درع وعلم النادي وقميص النادي الأهلي أيضا للدكتور مهندس خالد بن لادن تقديرا على بدء هذا التعاون. قميص النادي الأهلي الجديد خصيصا للسيد الدكتور مهندس خالد بن لادن من الكابتن محمود الخطيب تقديرا لشخصه الكريم ولهذا الكيان الكبير. بدوره يتفضل السيد الدكتور مهندس خالد بن لادن بتقديم درع شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تقديرا أيضا لشخصه ولقيادته لنادينا العريق ولهذا التعاون المثمر بإذن الله. الآن أدعو المهندس سيف الوزيري أستاذ محمد يحيى لطفي للتفضل إلى المنصة. سادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤوليه، سادة مسؤولي شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني للصعود إلى المنصة لالتقاط صورة تذكارية بصحبة الكابتن محمود الخطيب والدكتور خالد بن لادن. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي،